السلام عليكم. هذا للناس اللي تهز وتجيب في الكلام، وللناس اللي يسمعوا الكلام هذا وياخذوه كحقيقة مسلمة ويحكموا العباد قدام ما يشوفوهم وقدام ما يعرفوهم. نقول تسأل عنا، تعال شوفنا بالعين واسمع منا، لا يغلطوك الناس. خذ وصاية، ابعد كلام الناس ما لا نهاية. كل حد عنده في الخلايق راية، يحكم ما ناسب ضميره وظنه. لا تقول صاحب، لا تقول اخوايا، يا من غدرنا من قرايب لنا، ولا يغلطوك الناس. ابعد راهم بالمال، ساهل بيعهم وشراهم. ياتوك وقت المصلحة بنساهم، وفي ضيقتك لا تقول كانوا وكنا. يذموك لو كانك خلفت رضاهم، واحلف اذا شكروك فها ان، ولا يغلطوك الناس. قبل أحكامك جرب وشوف أفعالنا بأميامك، قدام ما تندم عليها كلامك وتخسر معالي ثنين منا ومنا. خذ من تجارب غيرنا قدامك، اللي يقولهم ما فيه حتى مظنة، لا يغلطوك الناس. وياك تصبح نادم، يغرك خبيث النفس رايا عادم. أنينا نصحك تعرف على ما قادم، والحر للألياش ما يدنى. الشيطان تعرف قست مع آدم، اللي وسوس لنخرجها من الجنة. وتسأل عنا، تعال شوفنا بالعين واحكم عنا، لا يغلطوك الناس.